حنان الشاب رئيسة المجموعة ذات نفع اقتصادي نساء الريف متواجدة في إقليم وزان. هذه المجموعة ذات نفع اقتصادي هي مجموعة ديال 300 مرة اللي متحدين بيناتنا، دايرين مجموعة ديال التعاونيات كنخدموا على تحسين الجودة ديال زيت الزيتون في إقليم وزان. الحمد لله عندنا مجموعة ديال المشاركات، عندنا مجموعة ديال الشواهد. كانت أول زيت زيتون بيولوجية في المغرب كانت في 2006، بداية كانت 2001 ديال هذه المجموعة. يعني خدمنا بزاف على مجموعة ديال الشواهد كإي جي بي، يعني البيان الجغرافي المحمي. وصل واحد الوقت في 2016-2017 نخدموا على مخلفات الزيتون، ما بقاش نخدموا فقط على الماده الحيويه ديال زيت الزيتون. طبيعة الحال خدمنا عليها كفايه من 2001 ل 2016، قدرنا نحصلوا على الجوده. ومن بعد خدمنا على الفيتور، يعني كيفاش نديروا التثمين ديالو، ما يبقاش هو ماده ملوثه للبيئه ولكن وليت هو كيساهم في اشياء اخرى. يعني بالنسبه للمشاركه ديالنا يعني كتعاونيات، حنا كانت تقريبا من التعاونيات الاوائل في 2001، يعني 2001 تعاونيه نسويه يعني 100%، او من بعد ولينا مجموعه ديال التعاونيات يعني جايه 300 مرة اللي كاينين في هاد التعاونيات. يعني خلانا بان نقدروا ندخلوا السوق سواء الوطنيه او الدوليه، قدرنا ننافسوا يعني شركات كبريات يعني في هاد الميدان. وانتم عارفين بان الميدان ديال زيت الزيتون ميدان ديال يعني الرجل، يعني محتكر عليه الرجل، ولكن قدرنا كنساء درنا اليد في اليد اكثر من 300 مرة بحال ما قلت، قدرنا نتحدوا هاد الميدان الصعيب. واللي الحمد لله الزيت ديالنا دابا يعني كتسوق في اسواق كبرى، كتصدر، يعني عندها مجموعه ديال الشواهد اللي مجموعه الشركات ما قادرينش يوصلوا لك الشواهد هذه.